بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وببركة سيد الشيخ محمد فوت الكركري قدس الله سره. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتمم إن شاء الله في تتمة من كتاب كاف الأسرار لما فيها الجلالة من أسرار، وسنقف إن شاء الله تعالى عند الفصل ورحمتي وسعت كل شيء، فنسأل الله تعالى أن يعمنا برحمته خاصة في هذه الأيام، وأن يشمل سائر الخلائق برحمته الواسعة، وأن يحفظنا ويحفظ سائر الأمة يا ربي من هذا الوباء ومن هذا الابتلاء، إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم. يقول مولانا الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره: رحمته سبحانه وسعت الشيئية لأنها محيطة بكل ذرة في هذا الكون، فهي رحمة إيجاد محض، الفضل والمن منه جل وعلا لهذه العوالم التي كانت في بحار العدم غارقة تنادي بلسان الحال مستنجدة، ورحمة إمداد منه لها سبحانه حتى تقوم به منه له وتسري فيها لطائف المعنى. رحمته هي ذلك السر الذي سرى بالكل في الكل فبطن من شدة الظهور، ذلك المعنى الذاتي الظاهر في صفات الوجود المستتر به فيه، ذلك السريان التنزلي لحضرته في مراتب الوجود بكاف إحسان كأنك تراه. وسعت كل شيء لأنها كل شيء وليست بشيء، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه، نسبها له جل وعلا بياء النسبة شأنها شأن ونفخت فيه من روحي، نسبها نسبة ذاتية لأنها الحضرة التي وسعت الكثرة الأسمائية والتنوعات الصفاتية، فكانت كالنفس الساري في جسم هذا الكون، فبها قامت الموجودات التي هي أعضاءه، وبها عبر الوجود عن وجوده فترجح بين الوجود والعدم. ولكن ولكي تتبين معنى هذه الرحمة التي وسعت كل شيء، يجب عليك أولا أن تفهم اسم الرحمن والفرق بينه وبين اسم الرحيم، ثم سر هذين الاسمين في مجد البسملة. اعلم وفقك الله أن لاسم الرحمن أسرار عظيمة وأنوار قديمة، فهو ملك الأسماء الحسنى وسيدها، لذلك قرنه الحق جل وعلا باسمه فقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فرحمانيته وسعت كل شيء، فكما تجلى اسم الرحمن في الجنة تجلى اسم الرحمن في النار بنفس القدر وبنفس الطاقة. فقال تعالى: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أما الرحيم فمنه رحيمية، وهي اختصاص منه سبحانه وتعالى للمؤمنين من خلقه، فالرحمن شمول والرحيمية خصوص والبسملة عموم وخصوص، فهي نقطة بطنت عن البطون فلما أرادت الظهور علت إلى نون الرحمن، فرحمت كل شيء لأنها كل شيء، ثم تدلت إلى عالم الشرائع فانقسمت وقسمت بين المؤمن وغير المؤمن، بين القريب والبعيد. فما وسعت رحمته كل شيء إلا لأنها سرت في كل شيء، وما أظهرت كل شيء إلا لأنها قامت بكل شيء وظهرت بكل شيء. رحمته سبقت غضبه فوسعت حتى الغضب، فالغضب تجلي من رحمته عز وجل، فما في الوجود إلا جماله، أما الجلال فمنه له، وما ظننت أنه جلال فما هو إلا تجل لجلال الجمال لا لذات الجلال، فلا قدر للكون على تحمل الجلال. ثم اعلم رحمك الله أنك لن تذوق رحمته التي وسعت كل شيء حتى يسعى أنت قلبك كل شيء، ثم يكشف لك عن نواميس حكمته فترى رحمته كيف تحيط بخلقه، كيف تسري في كل ذرة فتعطي كل موجود حقه بحسب استعداده. فاللهم اشملنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واجعلنا من الذين يعبدون الرحمن ويطردون الشيطان،
وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.